مشهد وحكايه وقصه حصلت امبارح. بس قبل ما احكي لكم ايه اللي حصل، عايزه اتامل مع حضراتكم في جماعه الاخوان المسلمين. جماعه الاخوان المسلمين النهارده في حاله يرثى لها. لو نفتكر كده مع بعض معظم الكتابات والأعمال الفنية اللي كانت بتحكي عن الجماعة الإرهابية، دايما النقطة الأهم والأبرز في تاريخ الجماعة كلها من أول ما تأسست على إيد البنا هي فكرة الهيكل الهرمي، الهيكل الغريب الغامض اللي يعني كان دايما غير معروف أو غير مفهوم للناس لحد 2011 لما أوراق كتير اتكشفت قدام الناس. الناس دي بتشتغل إزاي؟ بتتحرك إزاي؟ ازاي بينضموا؟ طب بعد ما بينضموا مين اللي بيحركهم؟ وازاي الهياكل اللي جوه الهرم ده بتشتغل؟ ابتداء من مكتب الارشاد وصولا لاصغر عضو عامل، كل ده بمبدا واحد هو السمع والطاعه. تخيلوا بقى حضراتكم الشكل الهرمي ده اللي هو اصلا الاصل فيه هو البيعه والسمع والطاعه. تخيلوا انك انت تلغي مخك وتسمع كلام المشرف عنك، والمشرف عنك بيسمع كلام واحد تاني اعلى منه، وكلهم في الاخر بينفذوا تعليمات المرشد اللي هو نفسه برضو بينفذ اجندة اقليمية ارهابية ملهاش اي علاقة ولا بمصالح البلد ولا من قريب ولا من بعيد. تخيلوا بقى معايا الجماعة دي بالشكل اللي انا حكيته ده، بالطريقة العمل دي، بالآلية دي، بالهيكلية دي. تخيلوا ان هم النهاردة مقسومين ثلاث جهات، ولا في مرشد ولا في كبير، كل واحد بيخبط وكل واحد ماشي على مزاجه. مين الثلاثة دول وإيه اللي بيحصل جوه جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية؟ اللي بيحصل إنه الثلاث جهات دول بتتصارع دلوقتي على التمويل. في جبهة ماسكها واحد اسمه إبراهيم منير، ده بيشتغل من لندن، وفي بقى جماعة تانية وفرع تاني ماسكهم محمود حسين، وده بيعتبر من الحرس القديم للجماعة الإرهابية. كل واحد من الاثنين دول قبل ما جيلكم بقى في الطرف الثالث، بس كل واحد من الطرفين دول مش معترف أصلا بالتاني، وبيقولوا على بعض إيه؟ كل واحد بيقول على التاني ليسوا منا ولسنا منهم، وكل واحد بيقول إن المرشد الإرهابي محمد بديع اللي هو طبعا مسجون ومحكوم عليه في قضايا كتير بقى، من أول الإرهاب لاعتصام ربع المسلح لفكرة التخابر، قضايا كتير وتهم كتير، كل واحد فيهم بيقول إن محمد بديع بيدعمه هو. طب وبعدين؟ الجديد بقى ان الخناقه دخل فيها فريق جديد امبارح، عشان كده قلت لكم انا عايزه احكي لكم على تطور وشيء مهم حصل امبارح. ايه اللي حصل امبارح بقى تحديدا؟ تيار اسمه تيار التغيير، اسسه واحد طبعا ارهابي اسمه محمد كمال، ده كان عضو في مكتب الارشاد ورئيس اللجنه الاداريه العليا للاخوان. التحقيقات والتحريات كشفت انه كان المسؤول الاول عن التنظيم المسلح للاخوان الارهابيه، تحديدا بعد فض اعتصام رابعه، وتورط بقى في عمليات ارهابيه كتير تمت في مصر بعد ثوره 30 يونيو زي اغتيال النائب العام هشام بركات، واحداث كتير وعمليات كتير كان ضحاياها طبعا أبطال الجيش والشرطة. محمد كمال ده قبل ما يموت وأثناء مداهمة أمنية لقوات الداخلية الأبطال، كان مهمته وشغلته كلها أنه هو يوفر مقرات وفلوس وتدريب ومعدات وعربيات، وكان بيخطط لمجموعة عمليات تانية المستهدف فيها هو مقرات شرطة ومدنيين مصريين. محمد كمال ده طبعا يعني تم يعني تصفيته في 2016 زي ما بقول لحضراتكم في عملية أمنية، لكن تيار التغيير قرر امبارح ان هو يصحى ويفوق من حالة الموت الإكلينيكي اللي هو كان عايش فيها. طلعوا وثيقة، الوثيقة دي مكونة من 34 ورقة سميناها الوثيقة السياسية، دي أعلنوا عنها امبارح في مؤتمر. الأول بيحكوا هم مين، عايزين إيه، وطبعا طبعا يعني عايزين الدولة إسلامية وما فيش أي ذكر للهوية الوطنية المدنية. الفصول الأولى كلها عبارة عن أفكار متشددة جدا وأصولية بحتة، بتقولك إن التقدم اللي بيحصل ده هو عبارة عن، هم بيسموه كده والمصطلح كده، عبارة عن تغريب. ولاحظوا معايا حضراتكم ان كل المتطرفين بيقولوا تغريب مش تحديث، وده امر في منتهى التناقض. طول الوقت يتهمك بان انت بتفرط في دينك عشان تواكب التقدم والتكنولوجيا، وهو اول واحد بيستخدم التكنولوجيا دي بس لاغراض ارهابيه. ما بقتش بقى هنا يعني ده تغريب وما بقاش بدع وما بقاش كفر،
التويتر والوسائل التكنولوجيا والوسائل المتقدمة اللي بيستخدموها عشان تجنيد الناس من كل مكان في العالم هنا ما بقاش حرام وغلط؟ هو أول واحد ما عندوش مشكلة أن هو يتعاون مع أي زعيم غربي لو هيدعمه، ومش هننسى بقى أن عصرهم الذهبي كله في مصر كان بدعم من الرئيس الأمريكي وقتها باراك أوباما والسفير الأمريكية في القاهرة اللي كانت بتقضي وقتها كله في مكتب الإرشاد في المقطم. الفصول اللي بعد كده في الوثيقة بتكشف أفكارهم، يعني بتعرف اللي بيتقال عليه بصحيح يعني شخص غبي طول الوقت بينفي عن نفسه تهمة الإرهاب، إحنا مش إرهابيين، إحنا مش إرهابيين، وطول الوقت بيقولوا إحنا سلميين وإحنا مضطهدين، بس في الفصول دي بيقولوا كلام غير كده خالص، بيقولوا إحنا لازم يبقى عندنا القوة العسكرية على الأرض ولازم نقدر نغير الواقع بشكل مسلح. ده بالضبط اللي مكتوب في الأوراق 34 في مجمل هذه الأوراق بشكل يعني مختلف، وكل شوية تتغير الطريقة. لازم نغير الواقع بقوتنا ولازم نتبنى منهج الثورة بالقوة وبالعافية. ده تعريفه إيه بقى غير بلطجة وخروج عن القانون وإرهاب؟ هو في أي مكان في العالم في حاجة فيه اسمها واحد يمسك سلاح ويقول أنا هعمل ثورة مسلحة تبقى إرهابي وتتسجن وتتحاكم عشان تبقى عبرة لغيرك؟ بس كده، لان احنا مش في غابه، ولا كل واحد فينا من حقه ان هو يمسك سلاح ويهدد بيه الناس ويروع بيه الابرياء، غير بقى طبعا الكلام اللي ما بيخلصش عن الجهاد. ده كمان كان مذكور في الوثيقه السياسيه اللي هي مكونه من 34 ورقه، عاملين له فصل كامل عن تحرير فلسطين والقضيه الفلسطينيه وحقوق الفلسطينيين. كالعادة بيضحكوا على الناس وبيلعبوا بمشاعرهم، وعارفين ان القضية دي هي القضية يعني العاطفية والقضية اللي بتحمل بعد انساني كبير جدا عند العرب على مدار تاريخنا كله. بس هو الحقيقة لما نيجي نبص على ارض الواقع، هو الاخوان عملوا ايه لفلسطين؟ عمرهم ما عملوا اي حاجة لاخواتنا في فلسطين. طيب هل في حاجة جديدة في الوثيقة دي؟ أنا قريتها كلمة كلمة وقفت عند نقطة نقطة عشان أحاول أفهم هل في جديد، هل في ما هو يعني يبشر بتطور معين في الوضع السياسي؟ أبدا، نفس الإفلاس، نفس التطرف القديم هو هو، نفس الإرهاب، لكن الحقيقة والواقع على الأرض بيقول ولا ليهم قيمة ولا ليهم وزن ولا سياسيا ولا شعبيا. عارف انت كده العيان اللي بينازع في النفس الاخير او الرمق الاخير زي ما بنقول، ما عندوش غير فكره سياسه الارض المحروقه، انا هعمل وهسوي وهقلب الترابيزه وعليا وعلى اعدائي. هو ده بالظبط اللي بيحصل، يقول لك احنا لازم نغير الواقع بالثوره المسلحه ولازم نكون عندنا القوه على الارض ولازم نحارب ولازم نعمل، لكن هو في الواقع انت ايه هي القاعدة السياسية والشعبية اللي انت بتمتلكها؟ ايه هي ادواتك لتغيير الواقع اللي انت بتتكلم عليه؟ مين بيدعمك؟ مين بيقف في صفك؟ مين النهاردة ما زال مقتنع بقضيتك؟ ولا وزن ولا قيمة زي ما قلنا، ولا سياسية ولا شعبية. لكن انا السؤال اللي لفت نظري بقى لما تابعت القصة دي كلها وتابعت المؤتمر اللي عملوه وتابعت يعني الكلمات اللي اتقالت طبعا من عدد من الرموز الإخوانية الإرهابية اللي كانوا مستخبيين كل واحد هربان في حتة على مدار السنين اللي فاتت، طالع دلوقتي بقى وبيتكلم يعني بشكل كده محاولات إقناع مستميتة. السؤال بقى اللي دار في ذهني او الحاجه اللي انا فكرت فيها، هو ليه النهارده ايه اللي صحى الفيران دي وخلاها تحاول تطلع من جحورها مره تانية؟ التيار دوت لو حضراتكم كده تركزوا معايا، ده كان موجود من 2016 ولما مات محمد كمال اللي هو مؤسسه او الشخصيه يعني القياديه فيه ما سمعنالوش صوت ولا عرفنا عنه حاجه بعد كده، بخلاف طبعا وقتها العمليات الإرهابية اللي حصلت. لكن من أول ما مات القائد بتاعه واتقتل واتصفى في العملية اللي اتكلمنا عنها، ملوش ولا حس ولا خبر. حتى تفتح الصفحة بتاعتهم، وأنا بحب أدخل على الحاجات دي عشان أشوف الناس دي بتقول إيه وبتعمل إيه، تخش على الصفحة الرسمية بتاعتهم على المواقع اللي بيجندوا منها الناس، تلاقيهم من 2017 تقريبا ولا حس ولا خبر ولا بيان ولا تصريح ولا كلمة ولا شيء بيكتب أبدا، كأنهم ماتوا. يجي النهاردة بقى يصحى ويقول لك مصر والثورة ولابد من التغيير ولابد من كذا وكذا وكذا. إيه اللي حاصل؟
اللي حاصل انه التمويل ما بيوقفش، وانه المخططات لضرب مصر وضرب استقرارها عمرها ما بتنتهي، دايما ده شيء مستمر معانا. وبالعكس بالمناسبه هو دايما بيزيد في الفترات المهمه بالنسبه لنا، كل ما بيبقى عندنا حدث مهم، كل ما بيبقى عندنا استحقاق مهم، كل ما بنبقى على اعتاب تحدي مهم، تلاقي الفرن دي بتطلع من الجحور، تلاقي الناس دي بتحاول تظهر باي طريقه. بس المره دي مع حاله التشرذم اللي هم واصلين لها، مع حاله الانقسام الكبيره جدا، بكلم حضراتكم على ثلاث جبهات جوه جماعه الاخوان المسلمين الارهابيه، اللي زي ما احنا تعودنا طول العقود الماضيه من اول ما تاسست على ايد البنا ان هم عاملين كده. البيعة والمرشد والطاعة والسمع، وانت تسمع كلام اللي فوقيك، التشكيل العنقودي او الهرمي دوت كان دايما مسار يعني خيال، والكتاب يكتبوا والفنانين يتخيلوا هو التنظيم ده والتشكيل ده بيدار ازاي من الداخل عشان الهيكلية بتاعتهم الغريبة دي. فالنهاردة انت قدام حرس قديم وحرس جديد ومجموعة بقى من الشباب شايفة انه لا احنا الاحق بالتمويل. هو كل دي على فكرة كل اللي بيحصل ده هو خناقة وصراع على التمويل، كل واحد عايز يثبت ان هو يستحق الكاش والدولارات اللي هتيجي من بره. مين اللي اداهم الضوء الاخضر؟ مين اللي بيساعدهم النهارده؟ مين اللي مصلحته النهارده ان هم يعملوا اي قلق كده في المشهد المصري؟ لكن طبعا عمرهم ما هينجحوا ولا عمرهم ما هيقدروا يعملوا ده، لان مصر دلوقتي في مرحلة تانية خالص، في حتة تانية خالص. احنا تجاوزنا هذه المرحلة بكل فصولها بقى، كل اللي حصل ده من 2011 احنا تجاوزناه، لا يمكن تكراره، اللحظة دي لن تعود مرة تانية. فبس حبيت اتوقف كده مع حضراتكم قدام يعني هذا الجسد المريض في اخر مراحل، في الرمق الاخير زي ما بيقولوا من جماعة الاخوان المسلمين الارهابية.